بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الجنرال برينسيبلز اوف ماكسيلوفيشال تروما مانجمنت. اسباب الفراكشر بتبقى كتيرة ومتنوعة، وزي ما احنا شايفين في السلايد اللي قدامنا ممكن تبقى حاجة من الحاجات دي هي اللي ادت للفراكشر اوف ماكسيلوفيشال ريجن. ايضا عندنا الساينز والسيمتومز، الحاجات اللي ممكن تخلينا نفكر او think about fracture المال اوكلوجن، في ستيب ديفورميتي، في بليدنج، في 15 حاجه ممكن تدينا فكره ان ممكن البيشنت ده يكون عنده fracture او لا. بعد كده بتنقل للمرحلة التانية ان انا suspect fracture، هبتدي اعمل investigations او diagnostic aids بان انا بعمل لاما plain x-ray لاما more advanced CT scan او MRI according للcondition او situation او site of the fracture. قبل ما ادخل في التريتمنت لازم اعرف الهيلينج بتاع الفراكشر ممكن يبقى شكله ازاي. لو انا في عندي فراكشر اول مرحلة بتبقى عندي مرحلة الانفلاميشن، ودي بتتكون بين الفراكشر سيجمنتس. بعد كده بيبتدي الجسم يكون فايبرس تيشو، والفايبرس تيشو ده يبتدي يحصل له كالسيفيكيشن عن طريق الاوستيوبلاستس اللي موجودة في الاريا، ويكون لي حاجة اسمها اوفن بون، بتبقى نوع من انواع البون السوفت شوية، وبنسميها سوفت كيلس فورميشن. بعد كده يحصل مور كالسيفيكيشن للووفن بون ويعمل لي هارد كيلس فورميشن، وبعد كده يبتدي الجسم يعمل ريموديلنج للاكسس بون اللي موجود. بيبقى عندي كذا طيب من الهيلينج. البرايمري بون هيلينج، وده النوع المثالي من البون هيلينج، ان لما بتكون الجاب بتوين البون سيجمنتس صغيرة جدا بيحصل هيلينج من غير ما يكون لي كيرلس كبيرة او يحصل اكسس بون فورميشن على الكورتكس من بره، وبالتالي بنسميه برايمري بون هيلينج وده المثالي. اما في السكندري بون هيلينج لو الجاب بين السيجمنتس كبيرة شوية ده هيديني لارج كيلس فورميشن واكسس كورتيكال بون، وهيبقى ده النوع الثانوي او الثاني من البون هيلينج اللي مش مرغوب فيه قوي لانه بيعمل ديسفيجرمنت وديسابيليتي في الفراكشر سيجمنت. الحقيقه اختلف العلماء في تقسيم الفراكشر، يعني انقسموا هل نقسمه على حسب الفراكشر سايت ولا على حسب حاجات تانية. كان في رؤى مختلفة لتقسيمة الفراكشر، لكن احنا هنستعرضهم بسرعة كده علشان نبقى عندنا خلفية عن الأسماء بتاعة الفراكشرز اللي موجودة. وهنشوف في الماندبل مثلا ده تقسيمه أكوردنج للفراكشر سايت، هل هو حصل في الكوندايل او حصل في الانجل. فكل اريا اتسمت باسم الفراكشر اللي موجود فيها، يعني اللي حصل في الكوندايل سموه كوندايل فراكشر، اللي حصل في الانجل سموه انجل فراكشر وهكذا. هو بس هنا عايزين نلفت ان في فرق بين السيمفيزيال فراكشر والباراسيمفيزيال فراكشر، وهنستعرضهم بعد كده بالتفصيل. بس السيمفيزيال لازم يكون ميد لاين، يعني بتوين التو سنترال انسايزرز. اما الباراسيمفيزيال فالاريا اللي ما بين السنترال انسايزر والكناين، ميزيال تو ذا كناين. ناس تانية قالت لا احنا مش هنقسمهم تبع السايت، احنا هنقسمهم تبع الاكستنت بتاع الانجري، وبالتالي الجرين ستيك فراكشر يبقى عارفين ان هو فراكشر بسيط جدا مش دبل، يعني مش ماسك البوست كورتكسز، بيبقى زي شرخ لكن ما فيش بيحصل معاه ديسبليسمنت.
السيمبل فراكشر ده بيحصل في البون لكن ما بيبقاش فيه افكشن للاوفرلاينج ميكوزا او سكن. اما الكومباوند فراكشر ده بيحصل فيه اكسبوجر للبون وبيبقى فيه كوميونيكيشن للفراكشر مع الاكسترنال انفايرمنت. مش شرط ان انا اشوف البون عشان اقول ده كومباوند فراكشر، لا ممكن يبقى الكوميونيكيشن مع الاكسترنال انفايرمنت في الحالات بتاعتنا في المانجول عن طريق البيردونتال ليجامنت او بوكت موجود، ويبقى في كوميونيكيشن ما بين الفراكشر لاين والاكسترنال انفايرمنت. عشان كده معظم الفراكشرز اللي في الدنتيتد ماندبل بتبقى كومباوند فراكشرز، الا اذا كانت في اريا ما فيهاش دنتيشن زي الكوندايلر فراكشر والانجل فراكشر. في الحالات دي ممكن تبقى سيمبل فراكشر ما تبقاش كومباوند. برضو شايفين ان في تقسيمة تانية according للدنتيشن، ودي مش مشهورة قوي، ودوها class 1 و class 2 و class 3 according ل condition of the dentition. في تقسيمة according للستابيليتي، يعني قالوا الفراكشر ده favorable ولا unfavorable، لان قالوا دي مهمة ان احنا نعرف اللاين اوف تريتمنت ونعمل بلان للتريتمنت بتاعنا اكوردنج في ديسبليسمنت للسيجمنتس ولا لا. ففيفرابل ام فيفرابل ممكن ما تكونش تقسيمة قائمة بذاتها، يعني تكون اتاتشد لتقسيمة من التقسيمات اللي قبل كده اللي احنا قلناها، يعني ممكن يبقى كومباوند فراكشر وفيفرابل، ممكن يبقى باراسيمفيزيال فراكشر وان فيفرابل وهكذا، يعني كومباينيشن between two classifications. والحقيقة favorable و unfavorable دي لازم ناخد في اعتبارنا two directions، يعني عندنا vertical و horizontal. لو المصل بول للبروكسيمال سيجمنت بيبقى upward دايما، فبالتالي بيحصل displacement للبروكسيمال سيجمنت upward، فده بنسميه vertical unfavorable لما يحصل vertical displacement او في الاتجاه الرأسي. اما اذا كان المصل بول هيخلي لي vertical displacement مفيش تقريبا او null، لكن horizontally الفراكشر لاين التو سيجمنتس فيه بعدوا عن بعض. عشان كده احنا بعض الاحيان ممكن لما بتعمل بلين اكس جي زي البانوراما في انجل فراكشر تشوف التو سيجمنتس كويسين قوي وكأنهم جنب بعض، لكن لما تعمل سي تي تبص تلاقي السيجمنتس بعيدة عن بعض هوريزونتال. وبالتالي لازم احنا نقيم الفراكشر بتاعنا ده فيرتيكالي هوريزونتالي، يعني ان بوث دايركشنز، عشان ده بيفرق في التريتمنت بلان بتاعنا. عشان كده في بعض الاتجاهات بتقول ان الديسبليسمنت او الفراكشر لازم يتقيم في البوست دايركشن، يعني فيرتيكال وهوريزونتال، علشان نقدر نقول ان ده فيفرابل ولا ان فيفرابل. ساعات كمان بنفس الفراكشر لاين يبقى فيه ديسبليسمنت او ما فيهوش ديسبليسمنت، يعني يبقى فيفرابل ولا ان فيفرابل اكوردنج للسايت بتاع الفراكشر. يعني احنا لما جينا قسمنا الفراكشر اكوردنج سايد قلنا كوندايلر فراكشر وسكتنا. طيب الكوندايلر فراكشر ده نفسه لو هاي فوق الاتاشمنت بتاع اللاترال تيروجويد مش هيحصل فيه ديسبليسمنت فيبقى فيفرابل، لو هو بيلو الاتاشمنت اوف لاترال تيروجويد مثلا هيحصل ديسبليسمنت وبالتالي يبقى في الحاله دي ان فيفرابل. يبقى نفس الفراكشر لما بنقسمه تبع السايد ممكن يبقى فيه favorable و unfavorable according للفراكشر حصل فين in relation للمصل attachment. ساعات بيبقى displacement مش عشان المصل attachment في الفراكشر segment نفسها، لكن ممكن المصل attachment في segments التانية اللي حواليها هي هو اللي بيعمل displacement. عشان كده multiple fractures ممكن تلاقي في displacement according to regulations بتاعت المسلز في البروكسيمال والديستال سيجمنتس.
برضو وجود الأسنان ممكن يقلل أو يزود من الديسبليسمنت اللي هيحصل في الفراكشر سيجمنتس، يعني ممكن الماسل بول يلاقي إن الأسنان هتمنع الديسبليسمنت في اتجاه معين، وبالتالي ممكن يحصل الديسبليسمنت في اتجاه وما يحصلش في الاتجاه التاني according to the condition of the dentition. في شوية حاجات هنتكلم عليهم على ازاي ان احنا يبقى لينا جايد للبلان بتاع التريتمنت بتاعنا. الماكسيلري مانديبولار فيكسيشن طبعا ده ما بقاش اوبسوليت، يعني ما نقدرش نقول ان هو بقى خلاص حاجة انقرضت ومش هنستخدمها، لا احنا ما زلنا بنستخدمه في ريستور الاوكلوجن قبل ما نعمل فيكسيشن، او ان احنا في البيشنس اللي هم الايكونوميك ستيتس بتاعتهم ضعيفه او في الارياز اللي مش متوفر فيها ان احنا نعمل بليت او كده بنضطر نلجا للماكسيلاري مانديبولار فيكسيشن. الفراكشر سيجمنتس علشان نقدر نقول ان هيحصل لها برايمري هيلينج لازم الديستانس بينهم تبقى اقل ما يمكن، والسسبكتد موفمنت بين التو سيجمنتس تبقى قليله جدا علشان اقدر احصل على برايمري هيلينج مثالي. وزي ما قلنا قبل كده ان لو احنا ما قدرناش ان احنا نحط التو سيجمنتس قصاد بعض بالظبط، او حصل ان في سلايد موفمنت بين السيجمنتس، ده هيقدمنا ان في ديلي في التريتمنت، وبالتالي ممكن يحصل انفكشن في السيجمنتس نفسها. احنا هنا بنعتبر الديلي فراكشر اللي هو الفراكشر اللي متاخر قوي في التريتمنت، يعني الوقت ما بين الفراكشر ما يحصل وبين التريتمنت يزيد عن 72 hours، ده كده بنعتبره delayed treatment of the fracture. اي وسيله تحقق لنا ان التو سيجمنتس يبقوا قصاد بعض تماما وان مفيش موفمنت بينهم وليهم بلاس سبلاي كويس، دي بنعتبرها وسيلة ناجحة لـ reduction والفيكسيشن of any fracture. Principles of treatment. الحقيقة احنا مش عايزين نلخبط بين الـ reduction وبين الفيكسيشن وبين الـ immobilization. الريدكشن هو مجرد انك بتعيد الفراكشر سيجمنتس للبوزيشن الاصلي بتاعها، وده بيبقى ليه جايد ان انت تحط السنان في الاوكلوجن، وبيبقى ليه جايد ان ما يبقاش في سبيس او جاب بين الفراكشر سيجمنتس، وده هو اللي بيساعد على الهيلينج ويمنع اي كومبليكيشن. طب احنا ليه بنقول ان ده يبقى as fast as possible؟ علشان الديلي في الفراكشر تريتمنت هيخلي الايدجز او المارجنز بتاعت السيجمنتس يحصل لها ريزوربشن، وبالتالي انت لما هتيجي تحط التو سيجمنتس قصاد بعض وتقربهم قوي مش هيبقوا في البروبر بوزيشن لان في جزء خلاص حصل له ريزوربشن، فهيبقى الجاب واسعه فمش هتعرف تحطهم في البروبر بوزيشن بتاعهم، عشان كده الديلي بتاع الفراكشر بيؤدي الى ان احنا نجد صعوبة في ان احنا نعمل ريبوزيشن للفراكشر سيجمنت. الديلي الزيادة بقى بيخلي الجسم يكون فايبرس تيشو ويبقى عندك فايبرس يونيون، وهنا هيصعب لنا موضوع الكلوزد ريدكشن زي ما هنتكلم بعد كده، ان في الكلوزد ريدكشن احنا ما بنشوفش وما نقدرش ننظف الفايبرس تيشو بتاع السيجمنتس، وبالتالي هيؤدي لكومبليكيشنز في الفراكشر اريا. نيجي للجزئيه الثانيه اللي هي جزئيه الفيكسيشن. الفيكسيشن يعني ايه؟ يعني انا بعد ما بعمل ريدكشن عايز اثبت بقى التو بوني سيجمنتس دول
في البروبر بوزيشن اللي انا عملته طول فترة الهيلينج. ده الفيكسيشن. يعني الفيكسيشن بيجي كمرحلة بعد الريدكشن. انا عملت ريدكشن، عايز اثبت الريديوسد سيجمنتس في البروبر بوزيشن، فالفيكسيشن هنا هيتأثر بايه؟ هيتأثر بالماستيكاتوري فورسز، ممكن تحرك لي السيجمنت، هيتأثر بالديليد فراكشر لان السيجمنت هيبقى بينهم جاب واسعه فممكن يتحركوا فما يبقاش في بروبر فيكسيشن، هيتأثر بنوع التريتمنت. يعني انا حاطط حاجه ماسكه التو سيجمنتس دول في مكانهم بروبرلي ولا حاجه نص نص، سيمي ريجيد او ريزيليانت او مش مثبتاهم كويس. هيتأثر برضو بالماسل بول، يعني الفيفرابل فراكشر غير الانفيفرابل، في ماسل بول جامد على الفيكسيتيف مين اللي انا حاططها، وبالتالي ممكن تتحرك السيجمنتس وهنا يبقى في امبروبر فيكسيشن اوف ذا سيجمنتس. الاموبيلايزيشن مش عايزين نلخبط بينه وبين الفيكسيشن. ليه؟ لان الفيكسيشن هو انا ثبت التو فراكشر سيجمنتس مع بعض باي وسيله. طب امال الاموبيلايزيشن ايه؟ امنع حركه التثبيت اللي انا مثبته. يعني انا لو استخدمت indirect immobilization باني احط السنان في الاكلوجن واربطهم مع بعض، دي مش هي المين بتاعت الفيكسيشن، دي مين of immobilization. طب امال ايه كانت المين بتاعت الفيكسيشن؟ هتقول واير او بليت او whatever المين. فانا دلوقتي immobilization معناها اني بحط التو فراكشر سيجمنتس اللي انا عملت لهم فيكسيشن في وضعيه لا تسمح بحركه التو بوني سيجمنتس. يعني ممكن اوقف الاورجان كله عن الحركه علشان امنع ان يحصل حركه في الفراكشر سيجمنت، بمعنى ان اللي مثلا بيتكسر دراعه بيعلقه او بيحط كبيره، الكبيرة دي بتبقى مين اوف فيكسيشن من بره علشان تحفظ لي التو سيجمنتس قصاد بعض. طب immobilization اعمل ايه؟ اعلق الدراع على رباط في الرقبة علشان ما اقعدش احرك دراعي، وبالتالي التو بوني سيجمنتس ممكن تتحرك نتيجة لحركة دراعي. برضو عندنا في الماندبل لما يتكسر انا ممكن اثبته بوايرز. طب الوايرز دي مش ريجيد انف، يبقى عشان امنع الموبيلايزيشن اوف سيجمنتس الواير مش هيمنع اللي انا مثبت بيه البون، فبحط السنان في الاوكلوجن واربطها مع بعض علشان اضمن اكتر ثبات للبوني سيجمنتس. هنتكلم بقى عن الوسائل المستخدمه ان انا اعمل كلوزد ريدكشن. يعني ايه كلوزد؟ يعني عمياني. يعني انا احط البوني سيجمنتس مع قصاد بعض من غير ما اشوفهم بجايدز، عندي انا بحاول اخليهم قصاد بعض على قد ما اقدر. طبعا دي مش الوسيله المثلى، لكن زي ما قلنا انها تنفع في بعض الحالات اللي هي مش هيبقى عندي تجهيز كويس في الوحده اللي انا فيها او في المستشفى اللي انا فيها، ولما تكون الامكانيات ضعيفه ان احنا نشتري مين اوف فيكسيشن تكون غاليه شويه. طيب الكلوزد ريدكشن ده هستخدم فيه وايرز ان انا اثبت الاسنان في الاوكلوجن عن طريق اي في لوبس او عن طريق ريزدون وايرنج او عن طريق ارشبار، او ان انا احط سكرو في الالفولار بون واثبت بواير السكروز اللي في الماندبل مع المجزلة، وبالتالي مش هيتحرك الماندبل ويبقى مين اوف ريدكشن اند فيكسيشن. برضو في الناس الادنشرس ممكن استخدم جانينج سبلينتس، ممكن في لو انا هعمل مونو فيكسيشن استخدم سبليت اكريليك سبلينت زي في حالات فراكشر ماندبل في التشيلدرن، بستخدم سبليت اكريليك سبلينتس كنوع من المونو فيكسيشن. طيب اللي انا عملته ده هيريديوس السيجمنتس اكوردنج
الأسنان وأكودنج الجو ألاينمنت، وفي نفس الوقت هيعمل إيموبيلايزيشن لأن رابط الفكين ببعض. لكن في حالة السبليت أكيليك سبلنت أنا بعمل سنجل إيموبيلايزيشن، يعني بمنع اللاترال موفمنت وبمنع الفيرتيكال موفمنت بإن أنا بستخدم السنان مع البون بسيركمفرنشال وايرنج إن يمنع لي الموبيلايزيشن أوف ذا تو سيجمنت. ايه ميزة الوايرنج؟ زي ما قلنا هي وسيلة رخيصة ممكن تتعمل في الدينتال كلينيك، مش لازم اوضة عمليات، مش محتاجة سكيلز عالية علشان اعملها، وما بسيبش حاجة جوه جسم العيان. يعني بعد ما بنخلص التريتمنت بيتشال كل الماتيريالز اللي انا حطيتها. لكن طبعا ليها عيوب كتير، هي طبعا ما تعتبرش الوسيلة المثالية، لكن بالنسبة للمزايا انها بتؤدي في النهاية للفراكشر سيجمنت هيلينج فانا بستخدمها تحت ظروف معينة. مش بس الوايرنج، ممكن استخدم ارش بارز وليها برضو مزايا وعيوب. والوسيلة الأحدث اللي ممكن توفر لي وقت وتمنع بعض مشاكل الأرشبار والوايرنج اللي هي الألفولار سكروز. الألفولار سكروز برضو تعتبر سنة غالية عن الواير العادي أو الأرشبار، لكن هي بتتفادى مشاكل كتير زي البرودونتال بروبلمز والمشاكل بتاعة الأسنان أثناء الفيكسيشن بالأرشبار والوايرنج. وأهم ميزة فيها إنها بتوفر تايم كبير قوي لما أكون عايز أحط السنان في أوكلوجن علشان هعمل سيمي ريجيد أو ريجيد فيكسيشن، بيبقى سهل جدا نعمل الألفولار سكروز وإني أشيلهم بسهولة بعد العملية. الحقيقة الفيكسيشن بيبقى فيه نوعين منه، ريجيد فيكسيشن وسيمي ريجيد فيكسيشن. الريجيد فيكسيشن ليه 6 وسائل والسيمي ريجيد فيكسيشن ليه 6 وسائل بنستخدمه. لما نقول open reduction معناها ان انا فتحت على الفراكشر وعملت له reduction وانا شايفه مش بلايند. بعد ما بحط السيجمنتس قصاد بعضها ابتدي اعمل الفيكسيشن، وهنا بختار بقى هل هو ريجيد فيكسيشن ولا سيمي ريجيد فيكسيشن. هنتكلم في الاول باختصار كده بسرعه عن الاوبن ريدكشن، بس هستخدم نون ريجيد فيكسيشن. لما اجي اقول نون ريجيد فيكسيشن معناه بستخدم وايرز، لأن الوايرز هي نوع من الأنواع اللي ما بتديش أي ريجيديتي، لأن الواير انتوا عارفين إن هو ستريتشابل، فبعد فترة هيأدي لحركة السيجمنت أوف فراكشرد الفراكشرد سيجمنت في الفراكشر لاين. وبالتالي هو ميزته إن هو رخيص وإن هو ما بيكلفش العيان كتير وبيثبت الفراكشر سيجمنتس قصاد بعض، لكن بيحتاج معاه بقى ماكسيلاري مانديبولار فيكسيشن كنوع من انواع الايموبيلايزيشن اللي انا محتاجها علشان الفراكشر سيجمنتس ما يحصلش بينهم اي حركه. كمان وجود الواير ما هوش كومباتيبل او مع الجسم، يعني ممكن يحصل انفكشن في السيجمنتس علشان وجود فورين بودي اللي هو الستيل ستيل بتاع الواير. هنتكلم عن الريجيد فيكسيشن قبل السيمي ريجيد. الريجيد فيكسيشن هو النوع المثالي للفيكسيشن، يعني بعد ما اعمل ريدكشن انا بستخدم ريجيد مين تو فيكس ريديوس ذا سيجمنت.
في نفس الوقت هو بيشتغل المين دي كإيموبيلايزيشن، يعني ما بحتاجش ان انا اعمل إيموبيلايزيشن طالما استخدمت ريجيد فيكسيشن فور فراكشر سيجمنتس ان انا ثبتهم، ما بحتاجش معاها إيموبيلايزيشن. ليها مزايا وليها عيوب طبعا. هنستعرض بقى الست وسائل اللي قلنا عليهم في الريجيد فيكسيشن مع بعض كده ونشوف ايه مزاياهم وايه عيوبهم. اول وسيله اللي هي استخدام الاستاتيك بومب بليتس، ودي مصنوعه من الستينلس ستيل وتعتبر رخيصه بالنسبه للتيتانيوم، في نفس الوقت اقدر اعتمد على وان بليت ممكن احطه في ان هو يعمل لي فيكسيشن بروبرلي من غير ما احتاج الموبيلايزيشن. سهل تركيبه، يعتبر حاجة متوسطة ما بين التيتانيوم والوايرز. كان من عيوبه الجامدة قوي ان هو لما بيعمل بريشر على البون بيقلل شوية الفاسكولاريتي على البون اللي موجود تحت البليت، عشان كده ابتدوا يعملوا مودفايد ستاتيك بون بليتس بان هم يعملوها مقوسه شويه، بحيث ان اللي يلمس البون من البليت هي المارجنز بس، لكن الاريا اللي فيها المسامير بتبقى مرفوعه عن البون شويه، وبالتالي ما يؤديش لمشكله الافاسكولاريتي اللي بتبقى موجوده ويدي بيتر فاسكولاريزيشن. لكن لقوا ان هم لما بيركبوا بليت واحد ما بيقدروش يحطوه قوي في وسط الماندبل علشان الروتس بتاعت السنان، وبالتالي هم بيحتاجوا ان هم عايزين يحطوا تو بليتس، لكن وضع تو بليتس هيأثر على الروتس بتاعت السنان لان حجم البليت كبير وحجم المسامير كبير، كمان وضعه عند الانفيريور بوردر لازم يكون تحت الكنال بتاعت الانفيريو الفيلر نيرف، وبالتالي وضعه تحت قوي كده ويعمل كومبريشن للبون سيجمنتس بيخلي البون سيجمنتس تفتح من فوق من ناحية السنان، وبالتالي كانت دي مشكلة ان هو بيعمل كومبريشن للسيجمنتس اللي هو متركب فيها، لكن بيحصل جاب ما بين السيجمنت في الفيرتيكال لاين بتاع الفراكشر من عند السنان. عشان كده ابتدوا يعملوا حاجة اسمها Dynamic Compression Plates DCP أو Low Compression Dynamic Plates. ال Compression Plates دي بيعملوها بحيث إن الشكل بتاع السكرو نفسه، الهيد بتاع السكرو نفسه بتعمل لي زي كومبريشن للسوبيريور بارت بتاع الفراكشر لاين، يعني بتعمل كومبريشن عند الجزء اللي متركب فيه البليت، وتو سكروز بيعملوا لي كومبريشن عند السوبيريور بارت، وبكده يبقوا اتفادوا موضوع ان يحصل جاب عند السوبيريور بارت اوف فراكشر لاين، وده سموه اكسنتريك دايناميك كومبريشن بليت، ان هو بيدي كومبريشن للسيجمنتس واكسنتريك دايناميك كومبريشن في الجزء العلوي بتاع الفراكشن، لكن ما قدروش يحلوا الجاب اللي بتحصل في الاذر سايد اوف فراكشر، يعني لما بنعمل كومبريشن على البكال كورتيكال بليتو بون بيحصل جاب لينجوالي، فدي ما قدروش يحلوها بالاكسنتريك دايناميك بليت. كمان من عيوبه ان هو البيندنج بتاعه صعب شوية وعايز أدوات مخصوصة علشان نعمل بيندنج للبليت، ولأنه من الستينلس ستيل محتاج نعمل عملية تانية عشان نشيله علشان الخوف من الانفكشن، وكمان بيبقى بلك شوية بيعمل ديسفيجرمنت شوية، ففي معظم الأحيان بنحتاج إن احنا نشيله. نيجي لوسيلة تانية من الريجيد فيكسيشن اللي هي الاكسترنال بيم فيكسيشن، والاكسترنال بيم فيكسيشن بتعتمد ان انا كل السكروز بتاعتي بثبتها ببارز،
بحيث تضمن لي ثبات السيجمنتس مع بعض، والباجز دي بتبقى موجودة اكسترنالي بره البودي، وبستبدلها بعد كده ممكن بأكريليك شيت أو أسيب الباجز زي ما هي، وبالتالي بحصل على ريجيد فيكسيشن للفراكشر سيجمنتس، لكن برضو ليها عيوب. لما التيتانيوم ابتدى يدخل ابتدوا يعملوا بليتس اسمها ريكونستراكشن بليتس، عشان من اللي هي بتستخدم في الريكونستراكشن. البليتس دي تعتبر ريجيد ومن الوسائل بتاعه الريجيد فيكسيشن اللي ممكن استخدمها بدل الستينلس ستيل بليتس، وفيها مزايا بتعوض الديس ادفانتجز بتاعه الستينلس ستيل زي البندابيليتي والكومباتابيليتي، مش لازم اشيلها، ففيها مزايا عن البليتس الستينلس ستيل، وبالتالي ممكن استخدمها كنوع من انواع الريجيد فيكسيشن. سيمي ريجيد فيكسيشن، ودي مش عايزين يتبادر للذهن ان مع السيمي ريجيد فيكسيشن ان انا احتاج اميبولايزيشن، لا، هو السيمي ريجيد بتختلف عن الريجيد فيكسيشن بان بكتر الفيكسيشن بان استخدم تو اور مور بليتس او استخدم اكتر من وسيله من وسائل السيمي ريجيد مع بعض، ده الفرق بينها وبين الريجيد فيكسيشن. اول حاجه من السيمي ريجيد اللي هي اللاج سكروز، واللاج سكروز دي ليها شروط عشان استخدمها، عشان كده مش دايما كل حاله تنفع فيها ان استخدم لاج سكرو. لازم اولا السكرو يبقى بيربنديكولار على الفراكشر لاين، ولازم يكون معدي في التو كورتيسز، ولازم اقيس الديبث بتاع الهول بتاعي علشان اختار الطول بتاع السكرو المناسب. اللاج سكرو لازم اقيس اللود ديستريبيوشن اللي موجود، يعني في حالات الديسبليسمنت لازم احط السكرو بتاعي بيربنديكولار على الاتجاه اللي هيبقى فيه ديسبليسمنت. الاكثر شيوعا اللي هي الميني بليتس والمايكرو بليتس. الميني بليتس بستخدمها ليها مزايا كتير، ان هي بايو كومباتبل لان مصنوعة من التيتانيوم، بندبل سهل ان انا اشكلها واديها نفس الكونتور بتاع البون مهما كان في ريجولاريتيز او كيرفيتشر كبير، ما بحتاجش ان انا اشيلها بعد كده لانها بايو كومباتبل. ممكن استخدم معاها باي كورتيكال سكروز او مونو كورتيكال سكروز، ما فيش مشكلة، ما بتأثر ليش على الفاسكولاريتي بتاعت الاريا. السكروز هي سيلف تابنج، يعني بتدخل على طول، مش محتاج ان انا اعمل لها ميجرا تدخل فيها. اقدر استخدمها بانترا اورال ابليكيشن او اكسترا اورال، اقدر استخدمها في اي مكان. رفع حجمها وصغرها بيخليني ممكن احط السكروز بين الروس بتاعت السنان في اي اريا، وبالتالي هي تعتبر من الوسائل الممتازه لتثبيت الفراكشر في الماكسيلو فيشيال ريجن. وطبعا ليها بعض العيوب اللي موجوده وبيتحاولوا يتغلبوا عليها في خلال الفترة اللي فاتت باستحداث بليتس تانية بأشكال تانية ونظم تثبيت مختلفة. عشان نستفيد الاستفادة العظمى بتاعة الميني بليتس عشان حجمها صغير، طلع واحد اسمه شامبي وقال ان انا هقيس الاستريس لاينز اللي موجودة وابتدي اقول لكم ايه افضل الاماكن في كل اريا من الماندبل اللي ممكن تحطوا فيها البليت. ودي كانت البداية ان يبقى عندنا شامبي برينسيبل، ان نقول لو حصل فراكشر في السينفيزيال ريجون يبقى انا محتاج اتنين بليت، واحد هيتحط في سوبيريور وواحد انفيريور. في الانجل فراكشر هحط واحد سوبيريور لو في ديسبليسمنت او ما فيش ديسبليسمنت، او احط اتنين وهكذا.
اختار الاماكن دي بعد مقاس الفورس بتاعت الاسترس على الفراكشر لاين، وقال ان دي انسب اماكن لوضع البليتس الميني بليتس فيها. المعهد السويسري للفيكسيشن درس شامبي برينسيبلز، والاتحاد بتاعه اصدر توصيات لتعديل الشامبي برينسيبلز ووضع جايد لاينز جديدة لتثبيت الفراكشرز. اول حاجة قالوا ان هما الجاب بتوين البليتس اللي موجودة في مالتيبل هولز بليتس لازم ان ما يتحطش فيها سكروز، وان السكروز تبقى متواجدة على البوث سايدز اوف فراكشر لاين، وعلى الاقل يبقى فيه 3 سكرو في اتش سايد. يعني ابتدوا يعدلوا في الشامبي برينسيبلز علشان نحصل على افضل تثبيت للبليتس باستخدام الفراكشر باستخدام الميني بليتس. وقالوا ان مش لازم زي شامبي ان سنجل بليت يكفي، لا احنا ممكن نحط 2 بليتس في كل فراكشر لاين superior وانفيرير، وده بيدي بيتر فيكسيشن وستابيليتي للسيجمنت. وكمان قالوا ان المسافة بين التو بليتس لازم تبقى اكبر ما يمكن علشان تتغلب على الفورسز اللي بتحاول تو ديستراكت الفراكشر سيجمنت. في سنة 2001 لما لقوا ان السكرو بيحصل حواليه شوية بون ريزوربشن، والبون ريزوربشن اللي بيحصل ده بيسمح بان السكرو يتحرك من مكانه شوية، وبالتالي الفراكشر سيجمنت ممكن يبقى فيها موفمنت عالية شوية تؤدي الامبروبر هيلينج. فابتدوا يفكروا في حل ليها، فعملوا حاجة اسمها لوكينج بليت، ان الهيد بتاع السكرو يبقى فيها سيريشنز مع السكرو نفسه، وبالتالي يبقى السكرو مع البليتس تشتغل كيونت واحدة، وبتقلل الريزوربشن بتاع البون وبتدي بيتر ستابيليتي. كمان الثري دايمنشنال بليتس حلت مشكلة ان انا استخدم تو بليتس بانها بتديني بليت واحد يشتغل كأنه سوبيريور وانفيريور بليت، وفي نفس الوقت في كومونيكيشن ما بين التو بليتس، وبالتالي بيديني بيتر فيكسيشن للاريا. لكن ليها عيوب انها مش هقدر استخدمها ان افري كيس. بعد كده طلعوا ريزوربر بالبليتس على اساس انها بيحصل لها ريزوربشن، وما يتفضلش اي ماتيريال من الماتيريالز اللي استخدمناها في الفيكسيشن بتاع الفراكشر. وهي ليها مزايا طبعا وليها عيوب، ونظرا لعيوبها اللي ممكن تأثر على الهيلينج بتاع الفراكشر قل استخدامها قوي. طبعا لما لقينا ان في ارياز من الفراكشر ما عليهاش ماسل بول، وان الفيكسيشن بتاعها بيبقى ستيبل ما بنحتاجش ان احنا نستخدم الميني بليتس اللي هي تعتبر سميكة شوية، بنستخدم المايكرو بليتس زي في تثبيت الماكسيلاري فراكشرز او السيجمنتس بتاعت البون اللي ما عليهاش اي ماسل بول ومش هيحصل لها ديسبليسمنت، فالمايكرو بليتس بتبقى عملية لانها فيري ثين، وفي نفس الوقت بتثبت لي الفراكشر سيجمنتس. شكرا.